المنطقة عنهم أشياء وأنصهم أن نرعبوها صحر الأولاد لا الأولاد لا يرفع حوالا ربما أجاب رجاء المنطقة مدى بنا نسمو أنه كيشي غلس تاع الشامع إن شاء الله ولا سيما كان النقطة التخطيطة مدى بنا واحد كيكون هذا فصور إحنا في وقت جمعة راهي لو دوزو تاع الناس يهضروا تاع الناس يهضروا ثم ما تستافلوا حنا ما نستافلوا لما دابنا انسان كي يكون انشغال نسمعوناه كاع كيما رحنا باش نقدروا نستافلوا فيه نستافلوا فيه في المستقبل ان شاء الله. سيد الرئيس احنا هنا واش قلنا الانشغالات الانشغالات فيما يخص المنطقه اهل مكه ادرى بشعابها يعني احنا واش ما نقول لكم ما يشبك ولكن انتم راكم تعيشوا شي بيئه مبين وهذه غير منطقه تابعه لحنايا احنا ما عندنا لا مستقبل لحنا يعني كاع سكان بلديه لحنايا ولهذا عدد السكان تاع بلديه يكون بلديه لحنايا ولهذا نتمنى باش المواطنين والتدخل يكون من طرف سكان الحي محمد الخميسي والقريه ولا يفوتني الفرصة أن نقول لكم بأن أصواتكم تهمنا وتهمنا جدا وهذا ذلك بتقويض وانتخاب رقم 5 فيما يخص المجالس البلدية رقم 5 اللي يقودها على رأسها جبل التحرير الوطني السيد أبركان عبد المجيد ورقم 5 للمجلس الشعبي الولائي الذي فيها ضمن اللائحة السيد رحم ولهذا لا يتسنى لنا أن نطبق أي برنامج دون أن نكون بالأغلبية الساحقة ولذلك نطلب منكم ثانية إن أصواتكم تهمنا تهمنا جدا ولا يكون تجسيد البرنامج إلا بالأغلبية والأغلبية تكون من طرف المجلس الشعبي البلدي للحناية والشعب الولائي في نمسا وحتى نجسد كل البرامج التي اقترحت من طرف جبهة التحرير الوطني يعني إذا أردنا أن نجسد برنامجا ما والأغلبية لم تكن في صالحنا فهذا لا يعود علينا بالبرنامج حتى يتسنى وتسيح وتكون عندنا صدى أصواتكم تهمنا يعني يكونوا بالأغلبية المطلقة قد وما يلوموناش قالوا دي برنامج ما تكون احنا البرنامج ما نجسدوش في حالة إذا لنفرض بأن المداولة لا تكون صادر المفعول إلا لما يصوت عليها الأغلبية كاملة يعني احنا لا يفوتكم أن ننوه إليكم أن المجلس الشعبي البلدي لديه 19 مقعد ولا بد أن يكون الأغلبية الأغلبية لماذا؟ لكل برنامج صدر أو برمجة أو اقترح لا يكون تجسيدا إلا بالأغلبية ولهذا لا تلوموا جبهة التحرير الوطني بل أعطونا أصواتكم وحاسبوننا حاسبوننا لما لا نجسد البرنامج لأن إذا ما برنامج ونعودها للمرة الثانية إذا أعطينا برنامج ولا يطبق والمجلس يكون ممزقا أقول كلمة ممزقة وإن كانت ليست بكلمة جيدة إلا أننا الأغلبية إذا كان حزب ما وحزب جبهة التحرير الوطني والحزب الآخر يكونون 19 ولهذا نطلب منكم من ان تصوتوا على جبهه التحرير الوطني، جبهه التحرير الوطني لها تاريخ وهي تاريخ ام كل الامه الجزائريه وغنيه عن التعريف واول نوفمبر شاهد على ذلك ولهذا نطلب منكم ان تصوتوا على جبهه التحرير الوطني. وشكرا. خاطر يجي مير يقول لك نخدمه لكم فوطا علينا نخدمه لكم ما كان والو. ان شاء الله انت تفوت انت اللي تخدم. ان شاء الله.
رانا حطينا في البرنامج صار برنامج راه كاين هذا موجود الملعب واحد تاع ماشي غير ملعب انا اللي نطلبوا من الاخر احنا خاصنا مستشفى هنايا ما عندناش مستشفى هنا في القريه ما عندناش خلاص كيش فوتو نهودو لحنايا باش نفوتو ونطلعو هنايا ونطلعو حتى كلمسان باش نفوتو على الدراري ما عندناش مستشفى هنا في القريه هنا في القريه هي بين قوسين قال المستقبل القريه ما كانش ابار حنايا اللي فيها شايفينها عند ابار هذا حنا سحقو غنا سبيطار هنايا لو كان غير مستوصف صغير هو كلينيك صغير وسلام هذا ما كانش شوف جماعه باش الى نقولوا مستشفى في الولايات تاع تلمسان ما غاديش يديروا مستشفى ماشي مزيان شوف فاهم قاعد علاج حقه صغيره هذه راها مذكوره في القران ان شاء الله الى ربي كتب وربي طيقنا وكنا في المجلس البلدي ان شاء الله رحنا لنا في البروغرام نديروا لو ماكسيموم باش نجبروا السياج ونديروا فيه كما يقول لك مع كما يقول لك مع علاقات مع مؤسسات اخرى ويكون ان شاء الله كما يقول لك قاعد علاج ولا اللي باش هذاك الانسان باش يتنقل منا حتى لحنايا ما تكونش كاينه ان شاء الله نسعاو بصح واش هو لازم كما يقولوا جهود كما يقولوا كبيره ويكون تنسيق ويكون علاقات مع مؤسسات اخرى باسكو كاين اشياء اللي من الصلاحيات تاع البلديه وكاين اشياء اللي ماشي من الصلاحيات تاع البلديه باش الانسان يجي لهنايا ويبقى يكذب عليه وماشي من الصلاحيات تاع البلديه ثاني ما نوصلوش لهذ المشاكل وعاود من بعد انسان يتنصب تضرب عام عامين وراه هذا المستشفى وراه هذا المستشفى لو كان تقعد 30 عام ما يديرلوش مستشفى ما لازمناش نمشيو نبقاو نكذبوا كما كانت الناس تكذب من قبل نمشيو تدريجيا ونمشيو نهضروا بلاصه حاجه في محلها كاينه حاجه تندار كي يكون المجلس كما يقول لك كما يقول لك يكون الاغلبيه وتكون الناس في المستوى بحكم العلاقات اللي يكونوا الناس في البلديه تكون كاينه علاقات مليحه وطيده ويكون كاين قاعات هنايا ان شاء الله قاعات علاج جامع كما قلت لنا واحد وجميع سلم رئيس اللي ما كاينش هذا هو شيخ الرئيس تفضل انا اسمح لي اضافه على ما تفضلت به بسؤال لقد درسنا هذا الملف فيما يخص الصحه على مستوى البلديه احنا ارتئينا أن نطلب وهي من اختصاص الولاية أن نطلب المستشفى ولكن القاعة المتواجدة على مستوى الكبيسي نسعى شاهدة كون أن السيد يكون على رأس رئيس المجلس الشعبي البلدي يطرح انشغالات والشغل الشاغر أنه لا يوجد طبيب على مستوى المصحة ولهذا نطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي لما يكون على رأسها يطلب ان يكون طبيبا دائما كما نقولوا لا بايماليزاسيون هنا هنايا كان على ما تعرف شحال كان 15 ألف نسمه يعني على الاقل يكون طبيب مستوى بالشيء كيديروا هنايا خصها يديروا راسي غير تلمسان هنا من انشغالاتنا ضمن البرنامج اللي سطرناه ما نقدروش نديروا مسجد كما تفضل عليه به السيد الرئيس ولكن نطلبوا باش يكون عندنا طبيب دائم على مستوى خميستي ما نبقاوش حنايا في حاله اذا ما كان استعجاليه ما نبقاوش هنا على الاقل يكون عندنا هنايا طبيب بالملي كاين لا فارماليزاسيون وهو الديمومه على مستوى اذا تقدرت على انسان يمرض وكاع معرضين للخطر مرض وهذا على الاقل يكون هنايا طبيب وممرض وممرضين ما نضلوش حنايا هو غير باش يوصل للمستقبل الامكانيات موجوده ماشي كاع الناس عندها سياره ولكن احنا شغلنا الشاغل على الاقل وطرحناه ضمن البرنامج يكون طبيب دائم على مستوى منطقة خميستي كون أن منطقة خميستي فيها عدد السكان كبير بزاف خاطر باش نقول لك يبدلوا الدار المونيتير وكي يقولوا خميستي ولا تقادر وهو جامع والحميره كان طبيب ولكن هنايا ما كان وهذا ضمن الانشغالات تاعنا وضمن النقائص الذي لاحظها المجلس الموقر شكرا تفضل تفضل ماشي ما يخص السكن ملف السكن ملف عويس وخاصة في هنا في المستقبل صحيح ملف عويس هذا صحيح وشفنا فيه في المجالس السابقة شفنا لا كوربسيون بزاف صحيح وهادي كاع على عامة الناس على بالهم بها عام شو صغير تمشي عندها يقول لك واش كاين طفل صغير ما براءة تمشي عندها يقول لك واش كاين صحيح يقول لك هذا باع وهذا داك وهذا لا كوربسيون ما نحكي لك الشيء ورانا ولاد حنايا ولاد المنطقة وكاع نعرفوا هاد الهضرة لم تقسم ما كانش عادة ما تقسمتش بلا ما تقسمتش
ما كاش انصاف لعندنا. واحد 54 عام و 53 عام وعنده ولاده قداش وما شاء مازال ولده يرقد معاه. بار كونت كاين اللي تزوج بالك عام ولا عامين عنده فرموساس في هذه. انا صرات لي هذه واحده من الولايات جات في البلديه خلعت قالت لها الملف تاعي قالت لها هذا قالت لها لا باسكو قال لي خرج خرج برا قال لي استنى حتى نكملوا كاع نفرق ودخل انت علاش باش ما نفضحش انا قلت لها بلا باش ما نقولهاش انا الاخر كاع فاتوا اخرين عاد عاد دخلني انا وهذه جميع الناس على بالهم هذه المشكله حنا حنا في الاخر البرنامج تاعكم انا باغي نعرف على قضيه السكن حنا الى تفضل حنا برنامج تاع السكن نقطه تريدها في المستوى في المستوى ولكن القانون الذي متعامل حاليا وهو ان المجلس الشعبي البلدي وهو عضو من 5 ولا 6 اعضاء نحن نطلبه كوننا قلنا ديروا التغيير لا نقول لك القانون اللي غادي لا ولا تسمح لي تسمح لي غير دقيقه تفضل لا 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 الاخر اللي فات ما يعرفش صلاحية تاع رئيس البلدية وصلاحية تاع رئيس الدائرة هذه كيف فهمتها انا ما عرفهاش يا ودي قلت لها رئيس البلدية منتخب من طرف الشعب والاخر استولى امبلواير هو الدولة ديالها قال لك لا قال لك لا قلت لها شو الصلاحية تاعه تاع رئيس البلدية وتاع رئيس الجمهورية كيف كيف شو صلاحية زعما فلان ولكن منتخب من طرف الشعب هادي واش تقول لها سي ما تقولش اسماء ما بغاش تقول لها هادي لا داعي ولا داعي لديك الاسماء ما بغاش تقول لها في راسها هادي شفنا الشاغل حنايا علاش قلنا جبهة التحرير تسعى جاهدة لتغيير واللائحة امامكم كاع شبيبة ما عمرهم ولا دخلوا المجلس كل شيء جد حنا قائنا بيكون التجديد حنا الشعار تاعنا التشبيب والتجديد والوفاء وحنايا عندنا في البرنامج تاعنا غادي نطلبوا واحد القانون لدراسته ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يكون عضوا لتوزيع المساكن بل هو الوحيد المخول كما كانت في السابق هو اللي يدير الليستة خاطر علاش حنا كي ننتخبوه الاصوات تاعكم راها امانه عندنا رئيس المجلس الشعبي وذلك كما تفضلت مقبل والاصوات تاعكم بيكون الاغلبيه الساحقه في حاله اذا ما فوزنا ويكون على راسها السيد مجيد بركان عبد المجيد ونطلبوا بالقانون باللي رئيس المجلس الشعبي البلدي هو اللي يدير اللائحه وهو اللي اشرع عليها وهي اللي تخرج الساحه ما يكونوش الاعضاء وما يكونش هو عضو كريم تاع باش يكونوا مسؤولين على امام خاطر عليك بكري كان رئيس المجلس الشعبي البلدي هو الوحيد المخول على توزيع السكنات والشقق زرا واحد القانون حنا نسعى باش تغيير القانون وحنا علاش درنا شبيبه لتغيير مسرانا وحنايا منطقه حنايا الله يبارك عندنا شبيبه خوتنا وابن عمنا ولاد عمنا كاين شبيبه المشكل العويص تاعها وهو السكنه وهذا معطل حتى على الناس على الزواج ولهذا كي نديروا اهل بلدتنا يعني يعرفون جيدا الاشخاص ويكون هو الوحيد اللي يضبط اللائحه مش يكون يدخل فيه الشرطه دايره لي مومبر تاع الاخر يكون لا لوبيجي لا دراك لا دراك يعني كل الا هو الملفات تقدم الى رئيس مجلس الشعب البلدي ويكون حنا يعاود نزيدها اضافه كان نقعد يتفضل بها سيد الرئيس وهو على مستوى كل حي نقوم بتجسيد رئيس الحي ورئيس الحي يكون باتصال مباشر ونقدر اسبوعي لسرد كل المشاكل حنا ماذا بينا يكون عندنا اسمع لي خلي قبل ما خلي نزيدو نكملو على هذا النقطة تفضل المشكلة في الجزائر ككل مش البلدية حنايا مشكلة ماشي مشكلة برنامج مشكلة رجال حنا على هذا الشيء رانا واقفين اليوم وانتم تعرفوا الحاج عبد المجيد تعرفوا الناس اللي مشاو معاه شكون هما إذا اختارينا الحاج عبد المجيد وباش يكون الجماعة كاع تكون عارفة الحاج عبد المجيد ماشي هو جا طلب باش يكون على عرش الكرسي هذا احنا اقترحنا مع الجماعه اقترحناه ورغمنا عليه باش يكون ما بغاش هو باش يكون عارف يعني اصبحت هنا المسؤوليه تاع عبد المجيد تكليف هذه لازم يعرفها العام والخاص احنا نعرفوا كاين كذلك احزاب اخرى
راهم ثاني مترشحين وفيهم ناس يعني ما شاء الله عليهم، ناس شباب ذو كفاءة عليا ما شاء الله عليهم، لا بأس بهم، ولكن كان باللغة الأجنبية كان أفونتاج مع الحاج عبد المجيد اللي ما كانش بجهة أخرى. الحاج عبد المجيد راه يمثل حزب، حزب عتيق، حزب نتاع الدولة، نبغيه ولا نكرهه هذا هو الحزب نتاع جدودنا ونتاع عبواتنا. يعني هذا الحزب في كل المنطقة في كل الجزائر عندها الأولوية. إذا كان المجلس المنتخب من حزب جبهة التحرير الوطني يكون عنده بزاف صلاحيات وتكون المساعدات. لو كان ننتخبوا ناس واحد اخرين ممكن يجيبوا ناس واحد اخرين واكفاء وناس ملاح عاقلين، ولكن يقدروا ما يساعدوناش. احنا علاش نسمحوا في هذه المساعده؟ راه عندنا الراجل المناسب في المكان المناسب، راجل كاع الناس عارفه، احنا يعرفوه ومشي رانا نزكيوه، الناس الكل يعرفوه، انا نعرفه صاحب يقرا معايا اخويا الحمد لله من اللي كان صغير ما نعرفش عليه الخط، انسان في المستوى، علاش نمشي نعاود نحوس على واحد اخر؟ لكن هاد الناس اللي راهم معانا حتى هما اللي راهم في الاحزاب الاخرى ماذا بينا عليهم يجيو يساو حتى لما كانوش في المجلس يجيو يمدوا لنا اقتراحات، حتى هما فيهم دكاتره فيهم اساتذه فيهم هذه، احنا ماذا بينا المجلس يكون فيه الحاج عبد المجيد على راس المجلس بالقائمه كامله، وهاد الناس ما استثنيوهمش، لازم يكونوا معانا يعاونونا باش نبنيو هاد الحنايا. وانت كيما قلت مجال السكن هذه باللصقه لينا والمشكله مطروحه، بصح المشكله ماشي برنامج جاوا دراهم وبناو، بصح وراهم الرجال اللي قسموا ما كانش الله غالب، نشهدوا له باللي ما كانش الرشوه وما كانش الخيانه عند الحاج عبد المجيد، وهذا اللي نحوسوا عليه. الحاج بيت الله ثاني انشغال هنا في القريه، هنا احنا الجاردان الجاردان تاعنا تاع القريه هذه مش حال، كل منتخب يجي رئيس بلديه يجي ما يدير فيها والو، قاعده والو، ما تدخل ما تخرج. هذا الانشغال الاول تاع الجاردان تاع الانشغال الزوج تاع الواد، هنا الواد يجيو لي بروجي هنايا على حسب ما سمعنا حنايا، كانوا يجيو لي بروجي وكانوا يخرجوا مش منهم جهه اخرى. اما اللي عندنا الواد حنا رانا ملي خلقنا والواد عندنا هنا، هذا الواد ماذا بينا نشوفوا له الحل. وكاين انشغال ثالث، انا نبداك الحي تاعي، نهضر على الحي تاعي هذا هنا، حنا الحي تاعنا هذا باغ اكزومبل، هذا الحي هنا عندنا حنا هنا قريب كقيصريه تاع المستقبل، فهمني؟ هنا نورمالمون نطوروا، حنا ما عندناش اناره في الوسط، حنا هذا التروطوار حنا درناه حنا، حنا اللي بنا واللي خلص خلص واللي ساهم ساهم، المهم حنا درناه الجمعيه بك اللي كتحط الجمعيه تاع الحياه هنا دارته هذا هنا. واش الاناره ما كانش راك تشوف ما عندناش ظلمه هنا نورمالمون هذا الشارع، اسمح لي تشارك الشارع، الشارع الشارع هذا ما عندناش طريق الرابع ما عندناش سميسي ولا سمح لي الشارع من سونا الكرون بولفار هذا هو كرون بولفار هذا الحضاري هنا راه قد هذه هي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا شباب. أنا نهضر في جوج نقاط بالنسبة للشغل، أنا الحمد لله أنا شغلي بصح اللي فتنا فات علينا ما بنفوش على خوتنا ولا على ولادنا. بالنسبة لازون اندستريال تاعنا خميس تبارك الله ميسا شاعرة شاغلة ولكن واسعة بزاف، ولكن كي تدخل لها تأسم مع سي با اون زون اندستريال غير الأسم على مستوى ما لي ديبو غير لي ديبو ولا ماذا بينا في البرنامج تاعكم باش تنشطوا مش عارف لاستيس باش تحركوا الشغل في هنايا ابا لي غرو سوسيتي اللي ناجحين، بصح الاغلبيه الاخرين كامل مبلعين كامل دي زيتي داتولي سي با اون زون اندستري. بدا بينا خوتنا هكا اللي هادي يخدموا هنا، علاش يمشيو عندنا زون اندستري واللي عنده يكون عنده نشاط هذا بيه الاولويه لولاد الحنايا، هذا بيه يجيب تقنيين هكا محمد القاطع هنا ينشطوا هنا تلبسانيين ينشطوا هنا في الحنايا لو لي زامبو يحبسوا في التلبسان ينشطوا هنا لي زامبو يحبسوا في التلبسان ابارامون في الرمشي يا في الرمشي في الرمشي لازون تاع الرمشي وتاع النقري يخلص البلديه تاع الرمشي يخلص البلديه تاع شتوان عليها البلديه مرفين، حنا هنا يخلص في البلديه تاع تلبسان على ما يخلص البلديه كل شيء هنا ارض دكاتره ولا 600 متر ببري سيمبوليك ونعطيك حتى تدري شحال الدواء نجيبها لك باريك تدري شحال الدواء بري سيمبوليك صحيح رمزي
البرنامج تاعكم ماذا بيا يخص مركز التكوين المهني هذا على مركز التكوين المهني باسكو راكم تعرفوا في الطور المتوسط نصف تاع ولادنا ينجحوا والنص مشيو للشارع كي يمشي للشارع يقول لك يوجه الى التكوين المهني بصح كي نشوفوا النسبه العدد اللي موجه الى التكوين المهني عندنا 10% مركز صغير بزاف ما عندناش اختصاصات كاين لي موايا ما عندهاش باش يمشي للرمشي ولا يمشي كي نقارنوا روحنا غير بالرمشي الرمشي تبارك الله ولا يمشي لتلمسان ماذا بينا يكون كاين مركز كبير ولا مركز واحد اخر انا خميستي المهم ولادنا باش ما يضيعوش خاطر كي يخرج للشارع راك تشوف الشارع وكيفاش ولادنا راهم يخرجوا فيه نتاسوا على هذه النقطه بصح هذه مسؤوليه تاع البلديه بالخصوص الاولويه وعاود مسؤوليه تاع الدوله لا ولا ولدي كي ما ينجحش في قرايته ويضيع يخرج ما يلقاش وين يقرا هنا ما مشي مسؤوليه تاع الاب ولا مسؤوليه تاع الطفل مسؤوليه تاع المسؤولين تاع البلديه وتاع الهرم الصلح هذا هو اللي شغل الزوج كعام النقطة تاع هنا السوق هذا ما يجيش هنا كاع تكلمنا عليه السوق علاش شعدلو كاع الكالاج شعدلو نشوفك شنو غادي يدير علاش الضيعة هذاك مو جاطة كراسة نشتري يحب بس يلعب الناس راها مرضى هنايا الناس راها شخصية قال راه مريض هذا ما تسوقش تغير هذا ما يخرجش غيروا المكان تاعو كاش هذا كاع من المول واش عيب تدير بلا عيب كاش هو كاع واش عيب واش عيب كاين واش عيب خويا هذا حب اللي يعطيك الصحه قال لي باش كان لا جات شويه الاقراض لا ضاع ضاع دراهم دراهم كبار ضاعوا علاش هذه حاجه اللي حي هنا اللي حي هذا الحيوان عاود هد ما انا شنو هذا ما شنو شي حنا واش من واحد عارف شنو هذا وين نهضوا على خدمه يا لا كلوتير من فوق مشاهده وسالني وحنا جماعه غادي نبداو من جديد انا الحكايه النقطه انا نضمن لك نضمن لك والضامن هو الله نعطيك المستقبل على ضمانتي انا كاين هنا بشكل مقبولين هذاك القانون تاع فات كاطمين تاع فات كاطمين اللي من عام السكن اسكو فات كاطمين شهاده تاع الناس كاع فات كاطمين خلينا فات كاطمين شهاده تاع الناس كاع فات كاطمين نعطيها لاي واحد يشوف هذا يبني لا يمكن ولاده عنده خمس بص لا يمكن ولاده ويبني خليني فات يا متهم كاين رؤساء بلديه على بلديه خليني عارف اللي هذا تعليمه وزاريه